مشاهدينا الكرام، منذ عام 2003 يشهد العراق انهيارا كبيرا وتراجعا في الخدمات الصحية نتيجة للإهمال الحكومي لهذا القطاع وشيوع الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة فيه، مما انعكس على تردي الأوضاع وساعد على انتشار العديد من الأوبئة والأمراض. أيضا تعاني أغلب مستشفيات العراق من ضعف الرعاية والاهتمام بالمرضى حتى الأطفال منهم، وكذلك من نقص في الأدوية، بالإضافة إلى فرض رسوم على المراجع مقابل الخدمة الرديئة شبه المعدومة. تقارير الرقابة المالية مشاهدين الأعزاء تتحدث عن استمرار التلوث في المستشفيات، خاصة في صالات العمليات في أغلب المستشفيات كابن البلدي والواسطي والإمام علي وابن النفيس والزعفرانية والشيخ زايد. التقارير أكدت أن مركز ابن البيطار التخصصي يعاني ضعف إجراءات الوقاية من الإشعاع في قسم الأشعة ونقص صالات عمليات القسطرة. مشاهدينا، أيضا مستشفى الكوت، هذا المستشفى يفتقر إلى اللجان المتخصصة لتقرير الاحتياج من مادة الأكسجين، وتشتري المستشفى المادة الطبية من معمل أهلي بعشرة ملايين دولار من دون وجود لأي عروض أخرى. مستشفيات البصرة أعزائي المشاهدين عانت من طفح المجاري على صالات الولادة أكثر من مرة، ما أدى إلى تلوثها وزاد خطورة انتشار الأمراض. مستشفى النعمان التعليمي، هذا المستشفى عانى قلة الملاك ونقص أعداد أطباء الاختصاص وعدم تفعيل نظام الإحالة وعدم تخصيص كرسي أسنان واحد في استشارية الأسنان. أما المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية ينقصها وحدة معالجة كاملة ومركزية للتخلص من المخلفات، ما يشكل خطراً على البيئة بما تحتويه هذه المخلفات من ملوثات بيولوجية ومتغيرات كيميائية. أخيراً مشاهدينا، دراسات دولية لفتت إلى تزايد خطير لحالات الأمراض الخطرة كالأورام والتشوهات والإسقاطات والعقم بسبب استخدام أسلحة الدمار المحظورة في مختلف مناطق العراق.